لا 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 انسقيات الانصاف الوطني لحملات شهاده الماستر. وكما العاده حنا دابا كملنا تقريبا سنتين وحنا في الميدان وحنا كنطالبوا بالحق ديالنا. اليوم كانت عندنا وقفه امام وزاره التعليم العالي، جينا نديروا الوقفه ديالنا قدام البرلمان، البرلمان اونتوكو هو مؤسسه دستوريه في هذه البلاد. حنا جينا نوقفوا قدامه باش نقولوا نعم الكرامه، نعم الوظيفه، نعم الادماج. فكيتم المنع ديالنا من طرف السلطات. السلطات قالت لك ما عندكش الحق انت كاطار عالي انك تحتج وتقول نعم للوظيفه، نعم للادماج. حنا بغينا غير نعرفوا غير حاجه وحده، واش هاد الناس هادو غادي يخلصونا من جيبهم؟ غادي يعطينا شي واحد الصالير من الجيب ديالو؟ انا كاطار انا من حقي نجي نطالب بالحق ديالي. مادام انا ما هز سلاح، ما كنضرب في المؤسسات الملكيه، ما كنخرب مؤسسات عموميه، فمن حقي انني نطلب بالحق ديالي اللي هو حق مشروع بقوات الدستور. ولهذا تنسقيه الانصاف اللي الشعار ديالها الوظيفه حق وليس مكرمه، حتى شي حد ما غادي يتكرم عليا غادي يعطيني الوظيفه ديالو، كل واحد شاد البوست ديالو. وبالتالي انا كمواطنه مغربيه كاطار عالي في بلادي من حقي انني نتدمج في البلد ديالي، ومن حقي انني نعيش عيشه كريمه. بلا ما نهضروا دابا على غلاء الاسعار والعيد الكبير جاي، هاد التنسقيه راه فيها حالات، فيها مطلقات، فيها ناس اللي هما دي موفيسكا. هاد الناس هادو فين غيمشيو؟ فين غيمشيو؟ حنا ما خرجنا للميدان راه حتى تقصينا بسبب السن ديال 30 سنة، هاد الشباب كلهم فوق 30 سنة، كاين اللي فايت 30 سنة غير بست شهور، تقصى من الحق ديالو في الولوج في المباريات اللي كديرها الدولة. فاش من انصاف هذا؟ اش من مقاربه اجتماعيه في هذا المشكل هذا اللي كاين؟ ها هو العيد الكبير، واش غيجي رئيس المنطقه ولا غيجي الديفيزيونير وغيشري لي العيد الكبير؟ حتى شي واحد فيهم ما غادي يعقل عليك. راه الا ما عقلتيش على راسك في هذا البلاد ما كاينش اللي يعقل عليك. وبالتالي فاليوم حنا كندو ونديت كتنسقيه بالمنع ديالنا من الوقفه ديالنا امام البرلمان بحجج واهيه، بحجج واهيه. انا كنقول هاد الحجاج هي الظلم، هي الحقره، هي الاقصاء ديال الناس اللي قارين في هاد البلاد، ديال الناس اللي حملت شواهد عليا.